أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية بتيسيرات كبيرة، منوها بوجود مجمعات صناعية جاهزة في المدن الجديدة. وخلال لقائه أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية بحضور وزير التجارة والصناعة، تم استعراض أبرز المؤشرات المتعلقة بقطاع الصناعات الغذائية ورؤية المجلس فيما يتعلق ببرنامج تشجيع الصادرات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سعي الحكومة لتذليل التحديات التي قد تواجه قطاع الصناعات النسيجية. وخلال لقائه مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات النسيجية، استمع رئيس الوزراء لرؤية المجلس حول برنامج تشجيع الصادرات ورد المتأخرات المستحقة للشركات التابعة والحلول المقترحة لتسوية المبالغ المستحقة للمصدرين، كما تم استعراض رؤية المجلس لبرنامج تشجيع الصادرات والذي يستهدف منح المساندة للمصدرين.